حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. مرحبا في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. اليوم الحصة مهمة مهمة، اليوم حصة الغيرة بين الأطفال، لا جالوزي اونتر لي انفون. هناك غيرة إيجابية وغيرة سلبية، ما هي ملامح أو ما هي صفات الشخص الذي يغير؟ الطفل الإيديال المثالي لما يحط حتى واحد قدامه في المقارنة. ولكن غالبا ما تحدث تجارات وغيرة ما بين الإخوة والأخوات في الدار، وهنا تلقى الأولياء يعني في حيرة، ما العمل؟ حصتكم ولدنا تحت جناحنا الموجهة لكم يا أولياء تأتيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، موضوع الغيرة بين الأطفال. إذن مع أخصائيين رح نتعرفوا كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الحالة اللي هي الغيرة بين الأطفال. هو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير. إذن تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا، واستنونا في الأسبوع المقبل بنصائح أخرى، موضوع آخر. ولدنا تحت جناحنا، ولدكم هم ولدنا. سلام.